الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام للمرة الثانية. فيه فيديو مخيف أبوريكم إياه والحين، لكن لابد أعرفكم على مهرجان البوذا الغامض، كذا اسمه. سنويا يسوون احتفال بتايلند، دجل وسحر وشعوذة، وحتى يقال أن أرواحهم تخرج من أجسادهم ثم تعود، يعني من قوة ما هم خشعين مع هذه الطقوس الحمد لله الذي عافانا. وأدري أنك تسأل وتقول طيب ليش يسوون كذا؟ سؤال جميل. يسوون هذه الطقوس عشان يبعدون عن أنفسهم الحظ السيء، رغم أني أحسه يزداد سوء. ما علينا، أبيكم تمسكون قلوبكم، راح أوريكم الفيديو الحين لهم وهم جالسين يتصرعون بالحفل الغامض. راح تلاحظون أن أرواحهم طالعة كفانا الله الشر، وما هم قادرين يسيطرون على جسادهم كما يقال. راح تشوف ثلاث أشخاص يعجزون أنهم يثبتون شخص واحد ضعيف البنية لكنه مو بروح. امسكوا قلوبكم وسموا بالرحمن وشوفوا الفيديو. الحمد لله على النعم اللي حنا به، هذا عذاب للنفس، وواضح انهم شباب اعمارهم ما تجاوز ال 25 حتى، ولكن مغسول عقولهم بهذه الطقوس. الاسلام عازنا وحافظ لنا كرامتنا، والله تقل خرفة. السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم كل خير. اليوم جمعت مقاطع غريبه تطير العقل، كله من فضل الله ثم فضل اللي سووا لي منشن بالتيك توك على هذه المقاطع الغريبه. بالعربي كل الفيديوهات هذه اللي راح تشوفونه من متابعيني اللي سووا لي منشن. قبل لا ابدا بالفيديو اسعدا باللايك ما عليك امر، واذا انك ضيف جديد علينا اشترك وفعل الجرس. انا بيبسي وخلونا نبدا على طول. ثاني فيديو، وهذا الفيديو مصور بمصر. جاني الفيديو من احد المتابعين قبل امس وانسدت نفسي. الفيديو ما فيه ان اشخاص رافعين جنازه يبون يحطون الميت بالسياره حقت الاموات، فجاه ظهر مثل الطيف او الروح تمشي امام اللي رافعين جنازه. انا احسه كانه تلوح وتطلب النجده هذه الروح، ما ادري احس. نتمنى ان صاحبه هذه الروح ما كان مقصر. المهم، وفجاه طار الطيف او طارت الروح للسماء بلا عوده. ما ابي اطول بالكلام، امسكوا عقولكم وشوفوا الفيديو. بص بص، شايف انت شايف دي؟ ايوه ايوه، هتطلع العربيه لسه هتبان الوقت. انا لسه استنى استنى، لسه هتبان على القزاز اكتر. اول ما هتطلع الخشبه على القزاز هي لفت الوقت، لفت يا عم. تيجي دونك ايه؟ راحت عندي قربت على الخشبه هناك. هي شايف عمال؟ ايوه ايوه بيضاء. بص 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 بص، يا سبحان الله، لا اله الا الله. القبر مرعب ومن اعظم الفتن ومن اصعب الامور اللي راح تمر على الروح، ولكن كلنا الحقيقه راح نوضع فيه يوم من الايام هذا القبر. ومن شده ان القبر مرعب ومخيف، حتى الرسول عليه الصلاه والسلام كان يستعيذ بالله من القبر بقوله اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. الرسول عليه الصلاه والسلام استعاذ بالله من القبر، فما بالك حنا يا الضعفاء المقصرين. اغلب الارواح تنفر من الموت، الله يحسن خاتمتنا، وان شاء الله اني ما خرعتكم كلامي هذا. ثالث فيديو، ولكن قبل اوريكم الفيديو ابي اقول لكم حاجه لابد تعرفونها. لابد انك تعرف ان جسدك ليس ملكك. نعم جسمك مو لك، هل تصدق هذا الكلام؟ تاكل وتشرب وممكن البعض يسوي رياضه، ولكن الحقيقه ان جسمه مثل الايجار، كله سنوات قليله وراح يزول منه هذا الجسد. الشيء اللي ملكك هي نفسك او روحك. الله امر الانسان على انه يحافظ على هذا الجسد وكلفه بتلبيه حاجات هذا الجسد ورغبات، وبين انه امانه يجب المحافظه عليها، سيسال عن هذه الامانه يوم القيامة. فإن أداها وصانها فقد فاز برضا الله وفاز بجنته. أولا، جسدك لو كان ملكك ما كانت الشياطين تقدر تسكن هذا الجسد. ثانيا، لو كان جسمك ملكك ما كانت روحك تطلع للسماء وجسمك يدفن بالأرض. ثالثا، حرام أنك تعبث بهذا الجسد مثل أنك توشم، أو مثل أنك تهلك هذا الجسد، مثل أنك تنتحر أو تعبث بخلقة الله، أن الجسد هذا مو ملكك. وإذا أهملت هذا الجسد وأصبح نجس ومهو طاهر وخالي من ذكر الله، أصبح بمثابة فندق مجاني للشياطين. تمام، الآن عرفنا وش الجسد. عاد نرجع الآن لموضوع الفيديو. هذا الفيديو بليلة رمضانية بأحد المساجد، بدأ الشيخ بالدعاء للمسحورين، ولكن أحد المصلين كان مبتلى بالسحر، يعني مسحور عافانا الله والله يصلح شأنه. بدأ هذا الشخص المسحور بصراخ، امسكوا عقولكم وشوفوا الفيديو. اللهم اشفني شفاء عاجلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فك
مساء الخير الشيخ. بدأ يدعي له ولكن الصراخ هذا المسحور جدا مرعب وكأنه يحترق. الله يشفيه ويزيل منه الكرب. والله يحامينا وإياكم، كلنا ضعفاء معرضين لأي شيء. رابعا، في فيديو غريب ما له تفسير. طبعا ما كان يدري المصور، ولكن بعد ما راجع التصوير لاحظ هالشيء. تخيلوا انه كان يمشي هذا المصور وكأنه مكان خالي، وفجأة لقى بيت ولقى داخله بس، لكن هذه القطة ما هي طبيعية. شوفوا الفيديو ولاحظوا. طبعا اللي ما يدري وش السالفة، لو تلاحظون ان البس اختفى، حرفيا البس اختفى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان يدري اللي سوى. ولكن ايضا يمكن يكون الفيديو مزيف، والله اعلم. لكن لو كان حقيقي هذا الفيديو فهو من اغرب الفيديوهات بمقطعنا اليوم. خامس واخر فيديو واغرب فيديو، هذا الفيديو انتشر بشكل كبير. كاميرا مراقبة صورت 3 اطفال توأم بغرفة نومهم، كانوا يأشرون على جدار ويتكلمون وكأنهم يكلمون شخص. انا ما خرعن ان كأن لهم قصة معه، يتكلمون ويقولون ما عاد صرنا يعني نحبك او لم نعد نحبك. هذه الجملة انا اللي خرعتن صراحة. امسكوا لعقولكم وشوفوا الفيديو. معروف أيضا أن الزوايا مكان للشياطين. أهنيك وأهنيك للمرة الثانية على قوة قلبك إذا وصلت لهذه الدقيقة. كان كلامي مرعب وكانت الفيديوهات أرعب ومليئة بالغرابة، بس أشكرك إذا وصلت لهذه الدقيقة وانت بكامل ثباتك. أثبت لي وجودك وحط بالتعليقات هذا الإيموجي إذا وصلت لهذه الدقيقة. تسلم عينك على المشاهد. كان مقطعنا اليوم متنوع ما بين غرائب وقصص ومعلومات وفيديوهات مرعبة وغريبة. أهم شيء إن شاء الله أنك استفدت واستمتعت بالجديد. بس شكرا لك للمشاهدة للمرة الثانية، وشكرا لك دبل إذا كنت حاط لايك ومشترك. ومع السلامة.